شنو تميز السياب عن بقية الشعراء؟ وشنو الحادثة اللي أثرت بحياته؟ خليكم ويانا. أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج بالمختصر. سنة 1926 وتحديدا قرية جيكور بمدينة البصرة نولد بدر شاكر السياب، وهو بعمر مبكر عاش حياة اليوتيوب بعد ما توفت والدته، وهاي الحادثة أثرت جدا بحياته الشعرية، ونقدر نلاحظ هذا الشيء من خلال قصائده. المهم كانت دراسته بين مدينة البصرة وبين مدينة بغداد. السياب تميز بقصائد خرجت عن الشكل التقليدي المعروف للقصيدة، وبذاك الوقت كونه من أوائل المؤسسين مدرسة الشعر الحر، واخذ طابع الحزن وسيطرت عليه بسبب ظروف حياته الصعبة من الناحية الاجتماعية والنفسية. السياب يعتبر من أشهر الشعراء ورواد التجديد بالشعر العربي المعاصر. السياب بقصائده مثل الكثير من المواضيع وتناول الكثير من القضايا الاجتماعية، وبكل قصيدة إلى صورة موضوعية وواقعية مثل حياة المجتمع بطبقاته وفئاته الاجتماعية والتفاوت الطبقي، واستخدم بعض القصائد الرمزيات حتى يشبه. فمثلا عندنا شبه الوطن بالحبيبة عام 1964 تحديدا 24 كانون الثاني. توفى السياب بعد ما صار المرض، لكن قدر المرض أن يتغلب عليه. من دواوين المهمة أسهار دابلة، الأسلحة والأطفال، المعبد الغريق وغيرها الكثير، وهذا كل اللي عندنا. شاركونا أراكم بالتعليقات ومقطع من قصيدة السياب، ونشوفكم بالحلقة الجاية. مع السلامة.